معاكم الكابتن عزيز من الفيديو الجديد النهارده الحد 5 فبراير. النهارده هنعمل رياضه ونظبط الجسم كله في الشتاء. اول حاجه هنسخن وبعد كده هنطلع على الشعور. لازم تسخن جسمك كويس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. مهم جدا ان احنا نسخن الجسم كويس يا جماعه، مهم جدا. خلصنا بقى الحماء، يلا بقى نطلع على العقله وعادي كل تفاعل ويعمل سير للقناه يا محبين الرياضه. وكده هي رياضة. يلا بقى هنعمل تمرين الضغط. طبعا اللعبة هنا التمرين هنا كلها بتظبط الجسم وفي نفس الوقت بتخلي عندك لياقة بدنية عالية. يلا بينا هنعمل اللي على الجهاز الضغط ده، بس لو كان خالص كل تفاعل في القناة. هنعمل أول حاجة تمرين اللي هو الضغط. اعذرونا يا جماعة عشان الكاميرا وقعت. اعذرونا يا جماعة عشان الكاميرا وقعت. يلا بينا هنخش على التمرين. طبعا الضغط تمرين الضغط بتشد الجسم كله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. دق على نفسك على رياضة، دق على نفسك على رياضة. كل يوم من السرير والبيت اللي انت قاعد فيه قوم اتمرن، قوم اعمل اللي عليك عشان هتلاقي نتيجة حلوة. ما ان النهاردة شتاء ورياح يوم الاحد 5 فبراير، لكن انا عندي اراده عظيمه حبيت ان انا اعمل رياضه، وهي دي الرياضه حبيت ان انا على السريع اوضح لكم ازاي ان احنا نظبط جسمنا. وشكرا لكم.